معناها مش غريب على سيغاسان، مش غريب على الهيئه الكل، دونك برافو عليهم وبرافو للفته هذه. يعطيكم الصحة، تكريم الكلام بطبيعة من قبل رئيس مستقبل جيب سيغاسين، أيضا لجنة الأحباء اللي نحب ننوه بها عمل كبير لجنة أحباء مستقبل جيبس، وبرافو أيضا الجمهور الجليزة اللي صفق بامتياز كبير على طبعا الصور المعبرة هذه اللي تأتينا من جيبس. أكيد دقيقة صمت مش تكون على اللافتة اللي كبدت قبل شوية من مستقبل جيبس، ترحما على شهداء بطبيعة الأمطار الأخيرة، وبرافو لمستقبل جيبس. يلا نمشي مباشرة لدقيقة صمت مباشرة من ملعب الأولمبي بجيبس. إذن هذه دقيقة صمت اللي تنطلق بها المباراة ترحما على ضحايا الأمطار الأخيرة، وكانت هناك لافتة بطبيعة ومن فريق المستقبل الرياضي بجابس تساند كل العائلات اللي فقدت يعني ضحايا في الأمطار الأخيرة، إن شاء الله ربي يرحمهم. وطبعا نحب نذكر السادة المشاهدين أنهم بإمكانهم متابعة مداولات مجلس النواب الشعب على الشبكة الأرضية للقناة الوطنية الثانية، وطبعا على بركة الله ننطلق في النقل المباشر لهذه المباراة في أولمبيا جابس كما قلت بين المستقبل الرياضي بجابس ضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. قبل ما نعطي التشكيلة نرحب بالمحلل الفني متاعنا اليوم المدرب مختار سالم، مرحبا بك. مرحبا بك خويا حافظ، ومرحبا بجميع مشاهدي التلفزيون الوطنية. عندك برشا ما تقول باش نرجع لك مختار. نعطي التشكيلة قبل انطلاق المباراة، الفريق الضيف الاتحاد الرياضي المنستيري مكرم البديري في حراسة المرمى، ثم زياد المشموم، فهمي بن رمضان، وليد الهيشري، حسام الزديري، امير الصباحي، الايفواري قبلاء، حسن المسعدي، رفيق كابو، هشام السيفي، والمنع بن حسين. التشكيله الاساسيه اللي اختارها المدرب اسكندر القصري. نعم تفضل يا مهدي. مش ناخذ بطبيعه، نمشي مباشره للمدرب المساعد للمستقبل، ناخذ بجنب بنك الاحتياط. اكيد جدا لقاء هام اليوم، رهن هام للمستقبل لمواصله الانتعاش نتاعو. والله اكيد، والماتش مش باش يكون ساهل، نعرفوا المهمه اللي قادمين عليها في بلادنا، تروبوان وباراتي، نعرفوا المستير ايكيب محترمه ومحترمه للغايه، يعرفونا بحكم سي اسكندر والاطار الفني كان العام اللي فات في مستقبل جابس، كما نحن زاد عملنا فيزيوناج ونعرفوا نورمالمون الاتحاد الرياضي المنستيري، ان شاء الله اليوم يكون الانتصار حليفنا ان شاء الله. شكرا لك، تفضل يا حاف. شكرا. اذا اعطيت التشكيله الاساسيه للاتحاد الرياضي المنستيري للمستقبل الرياضي بجابس، علي العياري في حراسه المرمى، ثم صدام بن عزيزه، حسام الزرلي ثنائي محور الدفاع اليوم، ثم بلال بن ابراهيم، اشرف الزواغي، اسكندر العقربي، مراد الهذلي، فهمي قاسم، سيف الدين الجربي، نضال سعيد، وسليم المزليني. على بنك احتياط الاتحاد الرياضي المنستيري شرف الدين الشريف في حراسه المرمى. نذكر انه المباراه انطلقت تقريبا منذ 40 ثانيه بين الفريقين. قلت شرف الدين الشريف حارس مرمى احتياطي في الاتحاد الرياضي المنستيري، زياد السوسي، تيجاني انان، حمزه حد، علاء بن رمضان، ساجيس بابلي، واحمد المزودي. بالنسبه للاحتياطيين على بنك المستقبل الرياضي بجابس، بشير بن سعيد حارس مرمى احتياطي، ثم سليم الزكار، زهير عطيه، لمجد عامر، محمد الشيباني، مهدي سعاده، ومروان السعيدي. الاطار التحكيمي لهذه المباراه حكم الساحه اسامه بن اسحاق، يساعده كل من بالحسن النجار، والمساعد الثاني سليم جبنياني، حكم الرابع مراد الجربي، مراقب المباراه محمد صلاح بالميلاد، والمنسق العام نظم بو ترعى. هذه تقريبا الورقة الفنية لهذه المباراة، دقيقة و30 ثانية منذ انطلاق اللقاء، وطبعا ننتظر مباراة يعني على المستوى الفني ان شاء الله تكون مستواها عالي اليوم باعتبار الامكانيات الكبيرة اللي بطبيعة تتوفر في كل فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نعرف وضعيته الآن في المرتبة الثالثة، قدم مستويات طيبة جدا مع بداية هذا الموسم، كيف مستقبل جابس في المرتبة التاسعة، النتائج ما تبعتش في البداية، ولكن كيف قدم مستويات كبيرة خاصة في الجولات الأخيرة. مختار سالم، قلت معايا المدرب مختار سالم في التحليل الفني لهذه المباراة. مختار، يظل يلزمنا ننتظر مباراة كبيرة اليوم. أكيد إن شاء الله تكون حسب يعني تطلعات الجماهير وانتظاراتهم، يعني زوز فرق يلعبوا كرة مزيانة، زوز فرق يلعبوا لاتاك بلاسي، يعني ما
عندهم من الامكانيات والزاد البشري نتاعهم غني جدا يعني من لعبيتهم الكل دي جوار تكنيك، وهذا شيء اثبتوه منذ بدايه الموسم. وبالعكس يا اخي المردود والمستوى ماشي ويتحسن نتاع زوز فرق. ان شاء الله المقابله ما تخرجش على القاعده هذه، وراو اليوم مقابله جميله بين زوز فرق. هذه تسديده ممتازه والكره فوق العارضه، تسديده قويه لصالح المستقبل الرياضي بجبس، تسديدة قوية كانت من اللاعب صدام بن عزيزة خارج الميدان. أول فرصة للمستقبل الرياضي بجبس في هذه المباراة، كرة عند الاتحاد الرياضي المونستيري. اللاعب قبالة هو اللي بدأ العملية، لكن تقطع الكرة ترجع للمستقبل الرياضي بجبس. اسكندر العقربي يلعب كرة في وسط الميدان، ياخذها مستقبل جابس عن طريق فهمي قاسم يخرج كرة على اليسار، الهجوم لمستقبل جابس، التوزيع ويخرج الحارس البديري، يخرج الحارس وثمرايا من مساعد الحكم. ثمرايا والكرة ترجع، ثم تسلل ضد هجوم مستقبل جابس، ترجع الكرة من وليد الهيشري في وسط الميدان، كرة خاطئة ياخذها المستقبل جيبس عن طريق فهمي قاسم، يتدخل قبالة يربح المخالفة. ثم تغييرات على مستوى زوز تشكيلات الحقيقة مختار، ثم ثلاثة تغييرات بالنسبة للمستقبل الرياضي بجيبس بالمقارنة مع آخر مباراة في الجولة الماضية، كانت ضد الملعب التونسي والتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الماضية بين المستقبل جيبس والملعب التونسي. قلت فما ثلاثة تغييرات بالمقارنة مع هذه المباراة، وتقريبا المحور الدفاع تغير تماما بالمقارنة مع الجولة الماضية. صدام بن عزيزة يعود بعد عقوبة الانذار الثالث إلى موقعه في محور الدفاع، وكذلك غياب محمد عبد العزيز القشي المدافع الجزائري الممتاز لنفس السبب. وهذه كرة تتوزع ياخذها وليد الهيشري على مستوى الدفاع وتخرج إلى التماس. قلت إذن غياب محمد عبد العزيز القشي المدافع الجزائري. مرة أخرى الهجوم لصالح مستقبل جابس، كرة عن طريق اللاعب بلال بن إبراهيم ترجع له من جديد، الظهير الأيمن بلال بن إبراهيم يحاول يعمل مراوغة، يعدي كرة لسيف الدين الجربي لكن تتفك وترجع في هجوم معاكس لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري، ويتدخل الدفاع، يتدخل الدفاع والتمس لمستقبل جابس. المتابعة كانت من نضال سعيد والتماس لصالح مستقبل جابس. إذا حسام الزرلي قلت خذا مكان عبد العزيز القشي على مستوى محور الدفاع إلى جانب صدام بن عزيز العقد، والتغيير الثالث فهمي قاسم مكان حليم الدراجي، وخسارة كبيرة لفريق مستقبل جابس بعد الإصابة اللي تعرض لها في لقاء البقلاوة. لعب عبد الحليم الدراجي يعني باش يرتاح رحم مطولة نسبيا، مبدئيا تقريبا توصل إلى شهر ونصف في انتظار إجراء يعني المراقبة الضرورية على هذا اللعب، وكذلك متابعة الحالة بالنسبة لحليم الدراجي. على كل شهر ونصف بالنسبة لهذا اللعب باش يكون بعيد عن الميادين. قلت خسارة كبرى، نعرف قيمة هذا اللعب على مستوى وسط ميدان فريق المستقبل الذي بيجيبس، والهجوم لصالح الاتحاد الرياضي المونستيري. رفيق كابو على اليمين، رفيق كابو يتقدم بالكرة، يدخل داخل منطقة الجزاء، يحاول يعمل التوزيع، ترجع له الكرة من الدفاع من جديد، تمريرة ثانية بخطة من رفيق كابو والحكم يطلب اللعب، ما فماش مخالفة، ترجع الكرة لصالح المستقبل الرياضي بجابس. قلت ثلاثة تغييرات بالنسبة لفريق جليزة، زوز تغييرات بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري دائما بالمقارنة مع آخر جولة ولقاء النادي الرياضي البنزرتي. كيف تعادل 1-1 بين مستير والاتحاد الرياضي المونستيري والنادي الرياضي البنزرتي. إذا يدخل فهمي برمضان على الجهة اليسار، يعود إلى التشكيلة، وكذلك الملعب بن حسين اللي تعودنا به في عديد المرات يكون احتياطي، هذه المرة الملعب بن حسين يختار اسكندر القصري باش يكون أساسي إلى جانب هشام السيفي على مستوى خط هجوم فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. هذه التغييرات على مستوى زوز تشكيلات، وأكيد بعد شوية باش نعطي الكلمة للمختار باش يعطينا أكثر التفاصيل الفنية نتاع التغييرات نتاع المدربين. هذه إعادة والمطالبة بمخالفة رفيق كابو، لكن الحكم كان قريب، طلب مواصلة اللعب واللعب متوقف الآن. مختار يعني كنت نحكي على بعض التغييرات ديما بالمقارنة مع آخر جولة، ثلاثة تغييرات في زليزة وزوز تغييرات في الاتحاد المونستيري. هو اللي يحسب للزوز فرق وكان الرصيد البشري نتاعهم ثري، دونك المدرب ما يلقاش مشكلة كبيرة باش يعوض الملعبية اللي غايبة،
وزيد على ذلك وكان خاصة بالنسبة لمستقبل جابس المدرب ديما يعمل في التورنوفر الملاعبية الكل عندها طونجو في ساقية ما فماش مشكلة يغيب ملاعبي يلقى الحل في ملاعبي واحد آخر دونك اليوم رينا زوز طرق تكتيكية مختلفة المستقبل جابس وفي العادات وخاصة وقت اللي يلعب لهنا في جابس دوميسيل دونك مصر لوحيش يلعب 4-3-3 وفي الوضعية الدفاعية يولي 4-1-4-1 يعني جالية للعيان على أرضية الميدان واضحة لأرضية الميدان في المقابل يعني نتصور كان اسكندر القصري يعني اتحاد المنسيري باش يكون اكثر حذر وشفنا ديجا بدايه المقابله فيها برشا حذر وبرشا بطء ويعتمد على الهجمات المرتده والسريعه باش يباغت بها يعني خط الظهر المستقبل جابس. اذا ترجع الكره للعب 8 دقائق منذ انطلاق المباراه مشاهدينا الكرام ودائما التعادل السلبي في انتظار طبعا يرتفع النسق كما حكينا وقدمنا المباراه ننتظر في قاع مرتفع في هذا اللقاء اعتبارا للامكانيات الكبيره اللي تتوفر في كل فريق. هذه مخالفه لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري الاتحاد المنستيري اللي اثر عودته من يعني الى المسافه النخبه ولا الرابطه المحترفه الاولى يعني يحب يقدم موسم ممتاز. مختار المرتبه الثالثه برصيد 16 نقطه بعيد زوز نقاط فقط على فريق الترجي الرياضي التونسي صاحب الطليعه الاتحاد المنستيري نجم نقولوا حصد اكثر ما يمكن من النقاط منذ انطلاق الموسم. باش نرجعوا نحكيوا في هذا الموضوع بعد ما نتبعوا المخالفه لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري في حسن المسعدي على مستوى تنفيذ المخالفه كان هو المانع بن حسيني يخلي الكره لحسن المسعدي وتنفيذ المخالفه الجانبيه لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري 12 هدف منذ انطلاق الموسم تتنفذ احسن المسعدي يرفع الكره ولا ركنيه الركنيه المدافع المس الكره حب يقص التراجكتوار شفت اهو شوفوا المهاجم لكن المدافع كان قبل يخرج كره الى الركنيه لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري قلت 12 هدف منذ انطلاق الموسم والحصيله تعتبر طيبه بعد النادي البنزرتي اللي عنده احسن عدد من الاهداف وافضل خط هجوم 15 هدف وكذلك الترجي الرياضي التونسي 13 هدف وبعد يجي الاتحاد الرياضي المنستيري تتنفذ الركنيه والكره سهله في دين الحارس الكره عند علي العياري والتوقيت الدقيقه 10 محاوله عكس الهجوم والكره تخرج الى التماس. نرجع مع مختار قلت الحصيله الى حد الان ايجابيه بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري. اكيد الاتحاد الرياضي المنستيري يعني وبعد مغادرته للرابطه المحترفه الاولى والعوده من جديد يعني نعرفوا تاريخ كبير الاتحاد الرياضي المنستيري وباين البروجي نتاع الفريق من بدايه الموسم ديجا بانتدابه للاطار الفني اللي خلى بصمته في مستقبل جابسي واللي لحد الان ما زالت باينه يعني النيه واضحه كان يحب يكون فريق يلعب كوره يحب يكون فريق يحصد نتائج الايجابيه وورينا يعني البصمه واضحه نتاع اسكندر القصري للامانه الاتحاد الرياضي المنستيري فريق اثناء باش يكون عنده شأن وباش يكون رقم صعيب في البطولة. هو يظل اسكندر وين ما يمشي يخلي البصمه نتاعو واحنا حبيت ان هو لبحاله معناتها اللقطه كانت مباشره مع زميلي مهدي قاسم على حافه الميدان حبيت ننوه مره اخرى يعني حركه رياضيه كبيره ياسر انه فريق يكرم المدرب اللي كان معاه في الموسم اللي قبل. اكيد لمسه وفاء وهذا هو المطلوب يعني شنو هي الكره تقرب مش تبعد يعني بورت اليوم هو مع ازياء المنسير بالازرق والابيض الموسم الفارط كان بالحمراء والكحله دونك هذيك هي الاحتراف المدربين محترفين اليوم هنا غدوه غادي. ثم ركنيه للفريق المستقبل الرياضي بيجابس الركنيه على يسار الحارس البديري وننتظر التنفيذ ركنيه لمستقبل جيبس اسكندر العقربي على مستوى تنفيذ الركنيه ننتظر التنفيذ تتنفذ الكره بعيده ويتدخل دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري يخلي الكره تخرج ضربه مرمى حكينا على الاتحاد الرياضي المنستيري كيف مستقبل جيبس ولو أن البداية ما كانتش طيبة ولكن الهيئة المديرة بتاع مستقبل جابس يعني جدت الثقة في منتصر لوحيشي بعد هزيمة ضد الفريقي ثم هزيمة ثانية ضد النجم الرياضي الساحلي وتعادل ضد زرزيس ولكن رغم البداية السيئة كما قلت الهيئة المديرة حافظت على المدرب نتاعها اللي منذ لقاء الترجي الرياضي التونسي في الجولة الرابعة رغم الهزيمة هدف مقام صفر ولكن وقتها مستقبل جابس قدم مباراة كبيرة كانت تتذكر مختار وبعدها جات النتائج الإيجابية والحصيلة كيف ماهيش خايبة بالنسبة لمستقبل جابس 12 هدف سجل وقبل 9 أهداف.
اكيد حافظ نعرفوا احنا من عوامل النجاح هو عامل الاستقرار، يعني الاستقرار الاداري وكسبه الخبره الهيئه المديره برئاسه الاستاذ غسان المرزوقي كيف يعني وقت اللي فما استقرار فني محافظ على الزاد البشري بنسبه تقريبا 80% وحافظ على منتصر الوحيشي رغم قساوه يعني الرزنام على مستقبل جابس للامانه وقت اللي تقارع الكبار ثلاثه تنقلات من حجم الثقيل ما تنجمش تلوم على الفريق والنجم والترجي يعني ثلاثه تنقلات كانت صعبه وثلاثه هزام يعني منتظره ما تمثلش مشكله بالنسبه لمستقبل جابس وخير دليل وكون تشبث الاداره بالاطار الفني خاطر قاعدين يعاينوا في الشغل الكبير اللي قاعد يقدم فيه منتصر الوحيشي والنتائج نتاعو خير دليل على الشيء هذا. بالفعل اذا ثم مخالفه للاتحاد الرياضي المنستيري وانت تحكي عن نتائج بعدها فاز مستقبل جابس على مدين 2-0 ثم تعادل في الديربي 1-1 مع الملعب الجابسي ثم فوز على المتلوي في مباراه 5-1 يعني 5 اهداف مقابل هدف هنا في ملعب جابس وتوليت بعد النتائج الايجابيه لفريق مستقبل جابس خليته في وضعيه نجم نقولوا مريحه الى حد الان يعني ما نجموش نعطيه ترتيب لانه البطوله منقوصه من عديد الجولات ولكن الى حد الان 12 نقطه تعتبر مريحه وهذه كره ممتازه من الحارس علي العياري يتصدى لكرة كانت كبيرة ياسر من حسن المسعدي معروف بتنفيذ الكرات الثابتة اللعب ممتاز جدا وحارس يعني ممتاز تألق علي العياري في هذه اللقطة خرج كرة إلى الركنية تتلعب الركنية من حسن المسعدي ويدخل الدفاع في مرة أولى والعياري بعد الكرة في مرة ثانية لكن ثم مخالفة يعلن عليها حكم المباراة لصالح الدفاع والحارس حارس المستقبل الذي بجبس علي العياري حارس من الطراز الرفيع علي العياري ساهم في عديد المباريات في النتائج الإيجابية لفريق مستقبل جيبس ترجع له الكرة على مستوى الدفاع ربع ساعة دقيقة 15 منذ انطلاق اللقاء دائما التعادل والكرة عند حسام الزرلي المدافع العقد حسام الزرلي مكان عبد العزيز القشي والكرة ترجع إلى وسط الميدان يحاول يأخذها الاتحاد الرياضي المنستيري لكن يأخذها اسكندر العقربي مباشرة لحارس المرمى علي العياري اللي تقريبا لعب كل ما عدا مباراة واحدة أكثر من 800 دقيقة إلى حد الآن في مرمى المستقبل الذي بجابس التوسيع والكرة بعيدة قلت أكثر من 800 دقيقة تقريبا مباراة واحدة ما لعبهاش علي العياري منذ انطلاق الموسم مع مستقبل جابس أكثر من أكثر اللاعبين خوض للمباريات في هذا الموسم وكما قلت ساهم يعني عديد المرات مختار في النتائج الإيجابية منتصر الوحيشي أمامكم على الصورة كنا نحكيه عليه وكذلك عن بالطبيعة إلى حد الآن الأداء اللي تغير في فريق مستقبل جابس منذ قدوم منتصر الوحيشي الكرة ترجع في وسط الميدان لصالح مستقبل جابس والتدخل من قبالة يجيب مخالفة هذا جانب من بنك احتياط المستقبل الرياضي بجابس والمخالفة ثم مراد الهذلي يخلي الكرة الفهمي برمضان أو عفوا لأشرف الزواغي عفوا وتتنفذ المخالفة في دين الحارس مكرم البديري فهمي برمضان هو في الجهة المقابلة مع الاتحاد الرياضي المنستيري ولعب أشرف الزواغي مع مستقبل جابس كظهير أيسر الكرة تلعب طويلة في اتجاه رفيق كابو واحد من أخطر اللاعبين على مستوى الهجوم وفتك الكرة لعب سريع وعنده يعني فنيات كبيرة مرة بفريق النادي الرياضي الصفاقسي رفيق كابو والحط به الرحال الآن في المنستير شوفوا عنده الكرة يحاول يلعب في مساحات ضيقة ولعب خطير جدا على كل الدفاعات مختار أكيد هو لاعب سريع ومهاري دونك عنده زوز خاصيات فنيات كبيرة وسرعة دونك يقلق أي مدافع خاصة أنه عنده هو يعني دو بتي تاي دونك يمثل مشكل للمدافعين هذا المانع بن حسين الآن كيف في الجهة اليسار يعني خط هجوم ناري نجم نقولوا الاتحاد الرياضي المنستيري رفيق كابو على اليمين المانع بن حسين على اليسار وفي الوسط بوانت كما نقولوا بونتا هشام السيفي خط أمامي تركب من ثلاثة لاعبين عنده إمكانيات كبيرة بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري كرة تخرج إلى التماس وهذا أمامكم حكم المباراة أسامة بن إسحاق المباراة الثالثة في الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم بالنسبة لحكم اليوم وطبعا مراد الجربي على مستوى يعني كحكم رابع 26 مباراة في الرابطة المحترفة الأولى اليوم يعني يكون يعني في المباراة رقم 26 بالنسبة لمراد الجربي بين الموسم الماضي وهذا الموسم
إذن هذه معلومة إضافية لمهدي قاسم، 26 مباراة بين الموسم الماضي وهذا الموسم بالنسبة لمراد الجربي كحكم رابع، والكرة ترجع من الحارس علي العياري، تعود من قبالة والكرة إلى التماس مخطئة، تمشي إلى التماس لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. الكرة الأخيرة كانت عند سيف الدين الجربي، والهجوم يعود للاتحاد لكن تفتك الكرة على هشام السيفي وترجع من نضال سعيد، ثم في محور الدفاع صدام بن عزيزة، كرة طويلة من أشرف الزواغي ترجع في وسط الميدان. أكيد مستقبل جابس باش يصطدم اليوم بفريق يعني يحسن الانتشار على الميدان وعنده إمكانيات كبيرة، يعني لحد الآن ماحناش قاعدين نشوف في اللعب نتاع مستقبل جابس، وربما حتى كذلك مختار تشطرني الرأي لغياب عبد الحليم الدراجي اللي عنده قيمة كبيرة على مستوى وسط الميدان. تعمل هجوم قبل سيف الدين الجربي، يدخل على اليمين يوزع ولا إمكانية تهديف، تضيع الكرة على اسكندر العقربي، اسكندر العقربي يضرب الكرة على الدفاع، و يعني فرصة هدف حقيقية لفريق المستقبل الرياضي بجابس. يبقى المدافع اللي ضربت عليه الكرة ملقى على أرضية الميدان، والحكم يطلب طاقم الإسعاف وطاقم الطب يشوفوا الإعادة التوسعة من سيف الدين الجربي، ويسارية تضرب على المدافع وترجع كرة من اسكندر العقربي، كيف كيف لاعب ممتاز على مستوى وسط الميدان ويشكل ثنائي رهيب هو وعبد الحليم الدراجي، ولكن كما قلت مع الأسف بالنسبة لعبد الحليم الدراجي اللي تلقى إصابة باش تحرمه على الأقل شهر ونص من الميدان. مرة أخرى الإعادة من الفرصة البارزة في هذا الشوط لصالح المستقبل الذي بجبس. أكيد حافظ للأمانة المقابلة ما ارتقتش مستوى كبير برشا، في اللي فما خوف من نتيجة المقابلة، زوز فرق عندهم إمكانيات كبيرة وفما تركيز عدد كبير متاع اللاعبين في منطقة وسط الميدان، هذاك علاش مستقبل جابس ماهوش لاقي الاوتوماتيزم متاع العادة، لكن في المقابل ديما يلوج على واحدة من نقاط القوة متاعه هي التسرب من يعني من الأروقة، وشفنا التسرب الأخير متاع الجربي والتوزيعة اللي كانت جابت خطر كبير. دونك لحد الآن المستوى متوسط زوز فرق مازالوا تحسهم وكانوا في فترة جس النبض، ما فماش لعب مركز، وتحس اللي اتحاد المنسير ربما يلوج أكثر على المرتدات. إذا نذكر أنه زياد المشموم هو اللاعب اللي أصيب في العملية الأخيرة، رجع للميدان بعد ما تلقى الإسعافات، والتعادل دائما دون أهداف بين الفريقين 20 دقيقة منذ انطلاق هذه المباراة. من أبرز الفرص أتيحت لمستقبل جيبس وتسديدة اسكندر العقربي، ضربت في زياد المشموم ورجعت، يعني كان في موقع مناسب لافتتاح النتيجة، ترجع الكرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري في وسط الميدان، كرة باتجاه المانع بن حسين، المانع بن حسين وتفتكلوا الكرة، يبحث عن المخالفة والهجوم يرجع من جديد لصالح المستقبل الرياضي بجابس. فهمي قاسم على اليسار يعمل المراوغة، يخرج كرة في منطقة الجزاء ويدخل الدفاع قبل سيف الدين الجربي، يرجع الهجوم المعاكس، شوفوا السرعة متاع رفيق كابو على في الجهة اليمين، كرة عند حسن المسعدي، حسن المسعدي ورفيق كابو كان عمل لابيل على اليمين ولكن ما كملش معها العملية، والكرة تعود لصالح المستقبل الرياضي بجابس. سيف الدين الجربي يعمل المراوغة ممتاز، سيف الدين الجربي يتقدم، سيف الدين الجربي ينتظر زملائه، يدخل داخل منطقة الجزاء، يخرج الكرة اختيرة وإمكانية التهديف الثانية مرة ثانية، اختيرة ياسر لصالح المستقبل الذي بجيبس، و يعني الكرة الأخيرة كانت من فهمي قاسم، فهمي قاسم هو اللاعب رقم 10، شوفوا الذكاء تاع سيف الدين الجربي، انتظر هز راسه شاف اللي اللاعب اللي تقريبا بعيد عن المدافعين هو فهمي قاسم، خرج له كرة ممتازة ولكن التسديدة كانت عالية، والهدف يضيع للمرة الثانية على التوالي على مستقبل جيبس. أكيد حافظ قاعدين نشوفه في كونفيرماسيون، وكون مستقبل جيبس من نقاط قوته هو المرور من الأطراف والتوزيع وإلا الكرات يعني التوزيعات الجانبية. هذا رفيق كابو والهجوم لدى الاتحاد الرياضي المنستيري، والكرة تضيع، الكرة طويلة من رفيق كابو وترجع من اسكندر العقربي، وتدخل الدفاع، كرة دخلت للاعب أمير الصباح ثم باتريس قبالة يلعب كرة مع المانع بن حسين، التدخل متاع اللاعب بلال بن برهيم يجيب مخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري، ينفذها أمير الصباحي، ووليد الهشري
رفيق كابو يخرج كرة ممتازة، أحسن المسعد يعمل عملية فنية، تتعدى الكرة المنع بن حسين يحاول يربح الكرة، يربح مخالفة على المخالفة قريب هذه المرة الحكم أسامة بن إسحاق ويعطي مخالفة للمنع بن حسين. لعب كذلك ممتاز جدا، هداف الاتحاد الرياضي المنستيري برصيد 4 أهداف، ويجي بعده هشام السيفي 3 أهداف، بينما سليم المزليني هو هداف المستقبل الرياضي بجابس برصيد 3 أهداف. والكرة باش تلعب بمخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، الحكم يقول للاعب انه ينتظر الإشارة. اذا ثم وليد الهيشري معروف بالتسديدات القوية، وثم حسن المسعدي يعني يلعب المخالفات بطريقة فنية. ننتظر من سينفذ هذه الكرة الثابتة في منتصف الفترة الأولى من هذا اللقاء بين المستقبل الرياضي بجيبس والاتحاد الرياضي المنستيري. ويلعب الكرة وليد الهيشري، تجي عند المانع بن حسين، حب يعمل المراوغة ما تمكنش، ياخذها وليد الهيشري. وليد الهيشري يخرج كرة للمانع بن حسين ومعاه في المتابعة، لكن ياخذ الكرة المانع بن حسين، ياخذ الكرة لنضال سعيد، وتفتك من جديد من دفاع المستقبل الرياضي بجيبس. بلال بن ابراهيم يعمل المراوغة، يمرر كرة لاسكندر العقربي او للمراد الهذلي، توا اسكندر العقربي، اسكندر العقربي يعمل مراوغة بقبلة ويواصل الهجوم لمستقبل جيبس. سليم المزليني يعطي كرة لسيف الدين الجربي، سيف الدين الجربي على اليمين، سيف الدين الجربي يوزع والكرة ترجع هذه المرة من الدفاع. يعني نشوف وقت اللي يتوغل سيف الدين الجربي يحدث الخطر ويعطي كرات، لكن الكرة الأخيرة كانت في دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري. إذا 25 دقيقة دخلنا الآن في دقيقة 25 منذ انطلاق هذا اللقاء، والتعادل دون أهداف. أكيد التعادل مازال سلبي دون أهداف. نراو كان مستقبل جابس قاعد يحاول باش يصنع لعب باش يرفع من النسق، على خاطر إذا كان ما رفعوش النسق ما تنجموش باغتوا المنافس، خاصة في اللعب على الأطراف. شفنا كان نقطة قوة لحد الآن منذ بداية المقابلة، وسيف الدين الجربي اللي قاعد يكونفيرمي في الأداء الكبير اللي نعرفوه، يعني قضى موسم كبير الموسم الفارط مع اتحاد تطوين، هذاك علاش مستقبل جابس قام بالانتدام نتاعو. صراحة ملاعبي على إمكانيات فنية كبيرة برشا، وملاعبي سريع قادر يتجاوز أي مدافع في الرواق الأيمن. تعود الكرة للعب عند المستقبل الرياضي بجابس، مراد الهذلي يلعب لأشرف الزواقي على اليسار، ثم فهمي قاسم يحب يرجع التمريره لكن اللي يتفطن له الدفاع، وترجع الكره عند الاتحاد الرياضي المنستيري حسن المسعدي. والمخالفه حكيت على الغيابات نتاع جابس عبد العزيز القشي وكذلك حليم الدراجي بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري، كذلك غياب مهم فؤاد التيمومي يغيب اليوم بسبب الانذار الثالث على تشكيله اسكندر القصري. والكره ترجع بمخالفه للاتحاد الرياضي المنستيري في 25 دقيقه. نذكر انه الى حد الان فريق المستقبل الرياضي بجابس لعب 9 مقابلات على 10، لانه عنده لقاء متاخر باش يلعبوا ضد النادي الصفاقسي في صفاقس في اطار الجوله الثامنه. في 9 لقاءات عمل 3 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم، يعني نفس العدد نتاع النتائج الكل حققها في البدايه في 9 لقاءات الاولى، يعني 12 نقطه من جمله 27. وكيف كيف سيف الدين الجربي كالعاده يعمل المراوغه، لا يتفطن له المانع بن حسين يفتك منه الكره ويرجع الهجوم للاتحاد الرياضي المنستيري. ثم حسن المسعدي والمتابعه من بلال بن ابراهيم، يلعب كره بالقدم اسكندر العقربي، اسكندر العقربي والمخالفه لمستقبل جابس. قلت 12 نقطه من جمله 27، بينما الاتحاد الرياضي المنستيري يلعب 10 على 10 ما عنده حتى مباراه متاخره، 10 مقابلات 4 انتصارات 4 تعادلات وزوز هزائم، يعني 16 نقطه من 30. هذه هي الوضعيه بالنسبه لكل فريق على مستوى العشرة و11 جولة الأولى، لأنه اليوم نلعب الجولة 11 في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نتبعوا المخالفة قبل ما نمشي والمختار، بالطبيعة ديما ياخو في يعني بعض الملاحظات على المقابلة. وهذه كرة وتسديدة من فهمي قاسم بعيدة جاتو على اليمين، نعرفه هو يحذق التسديد باليسار، فهمي قاسم لعب الكره باليمين عاليه ضربه مرمى مختار. جوست حبيت نلاحظوا كانوا مزوز فرق رغم اللي فما تباين يعني في عدد المقابلات اللي لعبوهم، قاعدين سجلوا نفس عدد الاهداف، يعني مستقبل جابس سجل 12 هدف
والاتحاد المنستيري سجل 12 هدف في فرق مقابله. يعني راهو من هنا كانوا زوز فرق عندهم النزعه الهجوميه وعندهم الامكانيه نتاع التسجيل كان على ارضيه الميدان والا خارج الديار. يعني الكره ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري عن طريق صدام عن طريق اللاعب حسام الزديري. وللتذكير حسام الزديري هو لعب كذلك المستقبل الرياضي بجيبس في الموسم الماضي، تحول هذا الموسم للاتحاد الرياضي المنستيري. ورفيق كابو يخرج الكرة وممتاز بلال بن ابراهيم على مستوى الدفاع، كرة كانت باتجاه المانع بن حسين ترجع من جديد لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري على الجهة اليمين زيد المشموم، والكرة تتعدى خطيرة هشام السيفي ولكن التسديدة بعيدة عالية، ضربة مرمى لمستقبل جيبس. يضغط الاتحاد الرياضي المنستيري في محاولة بطبيعة لمباغاة منافسه في الشوط الأول والاعتماد على سرعة رفيق كابو على اليمين، المنع بن حسين على اليسار، والتمركز الممتاز الجيد دائما لهشام السيفي. أكيد يعني كل مدرب درس الفريق المنافس بالباهي، وراه كان للأمانة سرعة كبيرة عند اتحاد المنستيري في التحول من الوضعية الدفاعية للوضعية الهجومية، يشكل في خطر كبير على دفاعات مستقبل جيبس. هذه كرة عند هشام السيفي والركنية، الركنية للاتحاد الرياضي المنستيري. هو حافظ حبيت نعقب على التحول يعني لطار الفني اللي على رسم سيسكندر القصري للمنسير، ما تحولش بمفرده يعني تحول بثلاثة ملعبية من جابس. يعني حسام الزيري فهمي بن رمضان كان متواجد هو بيدو في مستقبل جابس، وهشام السيفي كان متواجد في الملعب الجابس، في الملعب الجابس يعني يعرف قيمة الملعبية. والإطار الفني يضر لي كامل طارق الحذيري والمعد البدني والمساعد ونبيل العموري، تحولوا الكل من مستقبل جابس إلى الاتحاد الرياضي المنستيري. والتكريم اليوم من هيئة مستقبل جابس الركنية عن طريق اللاعب حسن المسعدي. أحسن المسعدي يلعب الركنية على مستوى القائم الثاني وترجع الكرة من الدفاع، كان يعني سعد وليد الهشري لعب طويل القامة ويحاول ديما سيف الدين الجربي يعكس الهجومات على الرواق الأيمن، يلعب التماس باتجاه اسكندر العقربي لكن ترجع الكرة عند اللاعب نضال سعيد والزرلي يبقى على أرضية الميدان، ولكن يخرج الحارس العياري يبعد الكرة بعد سقوط حسام زرلي. أو أمامكم الحارس علي العياري، واحد من أبرز الحراس في الرابطة المحترفة الأولى. كرة عند هشام السيفي، هشام السيفي يلعب مع رفيق كابو وافتكاك الكرة من الدفاع، والراية واضحة من مساعد الحكم، المخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري. دقيقة 30 يعني نصف ساعة منذ انطلاق المباراة، ما زلنا نبحث عن الهدف الأول في هذا اللقاء بين زوز فرق يعني تميزوا بالنشاط الهجومي متاعهم في الجولات الأخيرة. كل فريق يظهر يسجل 12 هدف، ونبحث اليوم كما قلت عن الأهداف. أكيد لكن فما خوف كبير تحس من زوز فرق للأمانة، خاطر هذوما المقابلات اللي يهموهم زوز فرق اللي كونكورون ديريكت، يعني الفرق هذه ما تتقلقش برشا من سواديزون ما يسمى بالفرق الكبرى في تونس، لكن في المواجهات المباشرة الفرق اللي في نفس الوضعية ونفس الحجم هم المقابلات المهمين واللي يسعوا باش يجنيوا النقاط، خاطر هذيك هي المقابلات اللي باش تعمل الفرق في نهاية البطولة. دونك فما برشا حذر من زوز فرق حافظ لحد الدقيقة 30 تقريبا من بداية المقابلة. الكرة تعود لصالح المستقبل الرياضي بجيبس، ولا ثم لاعب يتلقى في الإسعافات فهمي قاسم بالفعل على حافة الميدان، والكرة تخرج إلى التماس لفريق مستقبل جيبس. بلال بن إبراهيم يلعب مع اسكندر العقربي، اسكندر العقربي يلعب كرة في الجهة اليسار، صدام بن عزيزة يرجع لحسام زرلي، حسام زرلي لسيف الدين الجربي، ترجع الكرة من جديد لمستقبل جيبس عن طريق نضال سعيد، ثم مراد الهذلي، والكرة في اتجاه سيف الدين الجربي، يخلط سيف الدين الجربي المخالفة بالفعل واضحة لصالح المستقبل. شوف الإعادة وعملية الدفع كانت واضحة من فهمي بن رمضان على اللاعب سيف الدين الجربي، والمخالفة يعلن عليها الحكم، إذا مخالفة قريبة ياسر من مرمى الحارس مكرم البديري، قريبة
تقريبا على الخط النهائي للميدان، ولكن قريبة من المستطيل الدفاعي كما تلاحظوا على الصورة. إذا مخالفة، ننتظر التنفيذ. تجم تكون كرة خطيرة في هذا الشوط الأول لفريق مستقبل جيبس اللي حاول التهديف خاصة عن طريق التوغلات من سيف الدين الجربي يعني منذ بداية الشوط، ولكن مرتين زملائه ما يستغلوش يعني الكرة، مرة اسكندر العقربي ومرة فهمي قاسم، والكرة هذه جابت مخالفة من سيف الدين الجربي، مخالفة خطيرة. ثم بلال بن إبراهيم، ننتظر شكون باش ينفذ المخالفة، أو بلال بن إبراهيم هو اللي نفذ المخالفة، والكرة ما زالت خطيرة داخل منطقة الجزاء. ترجع بلال بن إبراهيم يعمل المراوغة ولكن ما ينجحش، وتخرج كرة إلى التماس. التنفيذ كان ثنائي والكرة ما كانتش خطيرة ياسر. ترجع من جديد الهذلي وسع، وثم المدافع صدام بن عزيزة لكن بعيد الكرة. ضربة مرمى للاتحاد الرياضي المولستيري، ضربة مرمى للاتحاد الرياضي المولستيري، يمشي الحارس مكرم البديري. على كل حوار مع ملتقط الكرة والمكرم البديري أمامكم كذلك حارس ممتاز جدا يعني قدم مباريات كبيرة، حارس الاتحاد الرياضي المولستيري هو اللي باش ينفذ ضربة المرمى مكرم البديري، والكرة عند حسن المسعدي، والمخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المونستيري. نذكروا أنه فريق مستقبل جيبس تقريبا حافظ مختار على يعني نفس الرصيد البشري بدأ الموسم الماضي، فيما عدا حسام الدين الزديري اللي موجود اليوم على الاتحاد الرياضي المونستيري، وكذلك خالد المليتي اللي تحول إلى الملعب الجيبسي، أبرز الأسماء اللي خرجت من مستقبل جيبس. كل بقية الكل موجودين، حافظ تقريبا على نفس الرصيد البشري، خلى الفريق يعني فيه توازن نجم نقوله، مع بطبيعة انتدابات أخرى كما سيف الدين الجربي، زهير عطية، صدام بن عزيزة، أشرف الزواغي، نضال سعيد، مروين السعيدي، زادوا عطاو يعني إضافة لفريق مستقبل جيبس. أكيد حافظ نعرفه عامل من عوامل النجاح والاستقرار، والاستقرار عشناه في مستقبل جيبس، استقرار فني من جانب يعني الزاد البشري، واستقرار إداري من جانب الهيئة المديرة. يعني التغيير كان فقط على مستوى الإطار الفني، هذاك علاش دونك الليزوتوماتيزم موجودين مستقبل جيبس، رغم البداية الصعيبة لكن العباد الكل كانت متأكدة وكان الفريق هذايا باش تتحسن نتائجه باش يكون رقم صعب في البطولة كما كان الموسم الفارط، وكان يعني فريق أحسن في برشا مقابلات، وأحسن في حتى شكون اللي باش يمشي للبلاي أوف. الكرة ستعود بمخالفة بعد توقف اللعب اللي صالح الاتحاد الرياضي المونستيري، ثم هشام السيفي يخوف الاسعافات كذلك، يطلق الاسعافات على حافه الميدان وتتلعب المخالفه، والكره عند زياد مشموم لكن تفتك، ترجع من جديد حسن المسعدي، والتدخل دفاع المستقبل الرياضي بجيبس، والكره تعود لصالح الاتحاد الرياضي المونستيري من جديد، ياخذها بلال بن ابراهيم، اسكندر العقربي معه، المانع بن حسين، والحسن المسعدي، ثم قبلها، شوفوا الكره كيفاش تدور، والتوزيعة بعيدة من قبلها، بعيدة التوزيعة، ترجع لصالح المستقبل الرياضي بجيبس، والمحاولة عكس الهجوم بسرعة، وثم الدفاع يدخل عن طريق حسام الدين الزديري، ترجع الكرة من جديد لمستقبل جيبس، فهمي قاسم معها زياد المشموم، يرجع بالكرة ورائية لأشرف الزواغي، أشرف الزواغي يلعب كرة تعود من جديد للزواغي، يسدد جانبية، أشرف الزواغي في مكان مناسب، المدافع الأيسر أمامكم يرجع على الصورة في مكان مناسب داخل منطقة الجزاء، تخلط له الكرة يسدد، والكرة جانبية تضرب على الشباك الصغير، الكرة كانت من مراد الهذلي، شوفوا الإعادة والفرصة في الدقيقة 37 من الشوط الأول، مراد الهذلي هو صاحب التمريره الاخيره، واشرف الزواغي كورته جانبيه بقليل لمرمى الحارس،
مكرم البديري. حافظ الملاحظة الكبيرة كنا فما برشا تقطعات في منذ بداية المقابلة، ما فماش نسق كبير، ما فماش استمرارية متاع لاعب، يعني نراو من حين لآخر بعض العمليات والجمل التكتيكية، لأن الغالب كان النسق ياسر يعني ماهوش سريع، وهذا مرد متاعه كان اتحاد المنسيري عنده تكتل دفاعي في الوضعية الدفاعية كبيرة، يلوج على المرتدات، وتحسه كان عامل يعني استراتيجية باش يحب يمشي بالشوط الأول نتيجة 0-0 ربما. إذن الكرة ترجع بتماس لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، ننتظر عودة الكرة. تماس قلت في مناطق المستقبل الرياضي بجبس، ننتظر تنفيذ التماس. يتنفذ التماس، كرة عند حسن المسعدي، يحاول يعمل المراوغة، يرجع بالكرة لزياد المشموم، التوزيع ويدخل الدفاع، ترجع الكرة من أشرف الزواغي لمراد الهذلي. مراد الهذلي يحاول يعمل مراوغة لكن تفتك الكرة وترجع من حسن المسعدي. المانع بن حسين لو يبحث عن التسديد، تضرب في الدفاع، ترجع للاتحاد، ثم قبالة، باتريس قبالة، يلعب زياد المشموم، حسن المسعدي، والكرة تخرج إلى التماس، ثم اللعب ملقى على أرضية الميدان من مستقبل جبس حسام زرلي للمرة الثانية، يعني إصابة بالنسبة للمدافع المحوري لفريق مستقبل جبس. قلت يرجع اليوم ويعوض محمد عبد العزيز القشي المدافع الجزائري اللي غايب بسبب الإنذار. كنا حكينا على المدربين مختار، وحكينا على التكريم اللي صار لإسكندر القسري من هيئة مستقبل جبس ومن إسكندر. حبيت نقول انه مستقبل جابس هي جمعيه ولاده للمدربين، لانه برشا مدربين في خطواتهم الاولى بداوا في مستقبل جابس ونجحوا، على غرار شكري الخطوي، حاتم المساوي في المنتخب الوطني، محمد الكوكي مدرب ممتاز جدا الان، الهادي المقراني، عادل السليمي، ومنتصر الرحيشي نجم نقولوا يعني من البدايات يعني في مستقبل جابس. يعني برشا اسماء مرت على هذا الفريق في بداياتها، واليوم يعني اصبحت عندك خبره وتجربه على مستوى التدريب في تونس. هو للامانه حافظ يعني المدربين اللي دخلوا جابس كل سواء مدرسه مستقبل جابس ولا مدرسه الملعب الجابسي، يعني كانت لهم جابس صراحه ترامبلان كبيره برشا في الكارير نتاعهم، على خاطر بعد ما يغادروا جابس الكل يعني مسكوا بالدواليب الفنيه نتاع فرق عندها اهداف تلعب على البطوله، كيما مستقبل جابس، كيما نجموا نحكيوا على المدربين كيف في الشق الاخر، يعني شهاب الليلي راهو تو المستوى نتاعو مراد الجابسي، يعني مراد العقبي في المنتخب. دونك جابس منطقه يعني تخلي المدربين يكبروا خاطر فرقها كبيره. اذا ترجع الكره للاتحاد الرياضي المنستيري، وافتكاك الكره على رفيق كابو، والمخالفه لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، مخالفة يعلن عليها حكم المباراة قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول. يرجع حسام الزرلي إلى الميدان بعد ما تلقى الإسعافات والمخالفة، هذا جانب من بنك احتياط الاتحاد الرياضي المنستيري. إذن المخالفة كالعادة حسن المسعدي في تنفيذ الكرات الثابتة بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. حسن المسعدي يلعب الكرة خطيرة وترجع من الدفاع، ثم صدام بن عزيزة، ثم المانع بن حسين يرجع الكرة، لكن بلال بن إبراهيم في المتابعة يعكس الهجوم للمستقبل الذي بجيبس. بلال بن إبراهيم يحاول يعمل المراوغة بزياد المشموم، يفتك له الكرة وتعود الاتحاد الرياضي المنستيري. ممتازة المراوغة من أمير الصباحي، والكرة في دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري، كرة عند اللاعب حسام الزيري، حسام الدين الزديري، يلعب الوليد الهجري. وليد الهجري تجربة كبيرة كذلك لهذا اللعب، المدافع المحوري وليد الهجري في النادي الافريقي وكذلك في الترجي الرياضي التونسي وفي مستقبل مرسى، مع تجربة احترافية وتجربة احترافية اي، والان في فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. لاعب عنده شخصية كبيرة وليد الهجري، وتجاوز لي يعني برشا مراحل صعبه وعوده الى الميدان. الكره في وسط الميدان عند مستقبل جيبس، اسكندر العقربي، ثم مراد الهذلي، والكره مباشره للحارس
لاعب حسام الدين الزديري، لاعب مثال يحتذى به يعني حافظ، لاعب كيما وليد الهيشري يعني رفعت اخلاق ورينا وكان تحدى المرض ورجع دونك فورس دو كاركتير كبيره برشا، ايمانه كبير بربي سبحانه، هذاك علاش تعرف وكان الواحد وقت اللي تبدا علاقته كبيره بالله سبحانه ينجم يتجاوز برشا محن. بالفعل اذا والكره ترجع ثم لاعب ملقى على ارضيه الميدان تشاهدوا فيه على الصوره من الاتحاد الرياضي المنستيري، ثم لاعب عنده اصابه المانع بن حسين، يبدو لي المانع بن حسين بالفعل لاعب رقم 8، المانع بن حسين هو اللي يتلقى او شوفوا هذه الاعاده نتاع العمليه وثم اصطدام مع مراد الهذلي، ويبقى المانع بن حسين ملقى على ارضيه الميدان ان شاء الله لاباس بالنسبه لهذا اللاعب اللي اكد المردود نتاع الموسم الماضي. نعرفوا اللي المانع بن حسين واحد من اللاعبيه اللي ساهموا في صعود الاتحاد الرياضي المنستيري في الموسم الماضي، ولكن في بدايه الموسم ما شاهدناش المانع بن حسين، ووقتها كانت فما برشا تساؤلات مختار حتى في المنستير بالذات يعني وينو اللاعبي هذايا. سالنا اسكندر المدرب اسكندر القصري قلنا له وينو المانع بن حسين، قال المانع بن حسين هو قيمه ثابته كرويا، والمانع بن حسين وقت يكون جاهز باش يكون في التشكيله وباش يكون حتى اساسي، وبالفعل يعني وقت اللي حضر المانع بن حسين قدم الاضافه للاتحاد الرياضي المنستيري، سجل برشا اهداف حاسمه، الدليل انه احسن هدف الى حد الان في الاتحاد الرياضي المنستيري برصيد 4 اهداف والثاني على مستوى البطوله، وهو موجود كذلك كلاعب اساسي في فريق الاتحاد. يرجع الان بعد ما تلقى الاسعافات المانع بن حسين لعب سكاك الحديد الصفاقسي سابقا، والاتحاد الرياضي المنستيري امامكم على الصوره اللاعب رقم 8، لعب ممتاز عنده يعني السرعه وكذلك الفنيات تخليه نجم يعني يسجل الاهداف ويعطي التمريرات الحاسمه. مختار اكيد حافظ تعرف في كره القدم يعني البلايص ما تتهداش، المدرب يتعامل مع ليتاد فورم تاع الملاعبيه، وقت اللي يكون الملاعب يتعدى بفتره صعيبه ولا فتره دنا فيه مستوى ما نجمش يعتمد عليه. المانع بن حسين ملعب بن حسين يعني جوار كلي يعني في منظومه الاتحاد المنستيري، مهاجم قناص كل ما وين اعتمد عليه المدرب الا وقدم الاضافه وسجل، عدد الاهداف اللي مسجله يعني خير دليل على القيمه الفنيه نتاعو. الكره عند الاتحاد الرياضي المنستيري والتمريره في اتجاه فهمي بن رمضان، فهمي بن رمضان يعطي كره في لهشام السيفي لكن ترجع من الدفاع مخطئ، يضرب الكره على زميله نضال سعيد على حسام الدين الزرلي طبعا بطريقه الخطا، والكره ترجع لمستقبل جيبس في اتجاه سيف الدين الجربي، ياخذ الكره بالراس بعيده، حب ياخذ الكره كالعاده في الرواق سيف الدين الجربي، ولكن تخرج تماس قبل بعض الثواني على نهايه الفتره الاولى من هذه المباراه. دائما التعادل ثم دقيقه واحده كوقت مبدد او اضافي بالنسبه للشوط الاول، شوط اول دون اهداف لحد الان، والكره ترجع بالتماس من بلال بن ابراهيم ثم سيف الدين الجربي، تتعادل الكرة لاسكندر العقربي، مراد الهذلي، مراد الهذلي يلعب الكرة على اليسار لأشرف الزويق، ثم يرجع مراد الهذلي، مراد الهذلي يعود بالكرة لصدام بن عزيزة، يرفع الكرة صدام داخل مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري، ووليد الهشري موجود يرجع الكرة رفيق كابو ممتازة، شوفوا التمريرة والكرة الثانية نتاع مسعدي يعني ماهيش دقيقة، ولكن الكرة الأولى كانت ممتازة من رفيق كابو والثانية بعيدة على هشام السيفي، هذه قلت الخطورة تكمن هنا بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري، رفيق كابو المسعدي والمانع بن حسين والسيفي على مستوى الخط الأمامي، وطبعا نهاية الفترة الأولى دقيقة فقط أضاف الحكم أسامة بن إسحاق، ونهاية الفترة الأولى مشاهدينا الكرام بالتعادل دون اهداف، شاهدنا بعض الفرص خاصه لفريق المستقبل الرياضي بجابس، ولكن خاصه زوز فرص اللي جابهم سيف الدين الجربي في مره اولى اسكندر العقربي ومره ثانيه فهمي قسم، ما تمكنوش من التهديف. الاتحاد الرياضي المنستيري كذلك كان خطير وكانت عنده قدره كبيره على التحديث.